حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. سجل خام البصرة مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الماضي مع تسجيل النفط العالمي مكاسب أسبوعية وشهرية، وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ دولارا وستين سنتا ليصل إلى 83 دولارا وواحد وسبعين سنتا للبرميل الواحد، فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع أيضا بلغ دولارا وتسعة وستين سنتا ليصل إلى 85 دولارا وستة وخمسين سنتا، وسجل أيضا مكاسب أسبوعية بلغت دولارا وستين سنتا. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق حل في المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر أيار الماضي، وأعلنت الهيئة أن إيطاليا جاءت رابعا بخمسة مليارات وأربعمائة وثلاثة وثلاثين مليون دولار، والعراق بالمرتبة الخامسة بخمسة مليارات وثلاثمائة وثمانية وسبعين مليون دولار، فيما حلت ألمانيا في المرتبة الأولى. يستورد العراق معظم السلع والوظائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن. استقرت أسعار الدجاج والبيض في مصر، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء استقرارا عند مستوى 85 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، ليصل السعر النهائي للمستهلكين إلى 95 جنيها للكيلو، ويختلف بحسب النطاق الجغرافي. هذا وسجلت أسعار البيض في الأسواق ارتفاعا بنهاية الأسبوع بعد موجة الحر الشديد التي انعكست سلبا على عمليات التخزين، ليرتفع سعر صحن البيض الواحد 15 جنيها ويسجل 150 جنيها للبيض الأحمر. أكد محمد داود رئيس ممارسات الصناعة في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أكد أن إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال سيؤدي إلى زيادة سمعة تركيا على المستوى الدولي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والعلاقات مع المؤسسات الأوروبية والأمريكية. وبحسب بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد قامت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي لإخراج تركيا من عملية المراقبة الشديدة التي تسمى بالقائمة الرمادية. وهنأت الجمعية العامة تركيا على التقدم الذي أحرزته في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقا خلال التقييمات المتبادلة. قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن أوكرانيا وقعت على 20 اتفاقية أمنية مع حلفائها الدوليين تتضمن تعهدات بتقديم مساعدات عسكرية سنوية قيمتها 60 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وتعتمد كييف بشدة على الدعم العسكري من حلفائها في مسعى للتصدي للغزو الروسي المستمر منذ 28 شهراً، وتنص الاتفاقية السارية لعشر سنوات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تنص على الالتزام بتقديم مساعدات عسكرية وغير عسكرية على المدى الطويل، مع التعهد بإجراء مشاورات فورية لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في حال وقوع هجوم روسي في المستقبل بعد انتهاء الصراع الحالي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار العملات والمعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.